نمشي تعنتي جنبي في حمر رضا نيز وري الدورية سير فلون في الظلفة طلاب حش تميلين دوريك إن شاء الله يلا سير حبايبي كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير بحوايج جيدة ان شاء الله بالصحة فطوركم كتصليو بعدا التراويح الله يتقبل لكم ولينا مهمة البنات باش ما تقولوش راه نهيله كتنسانا ما كتهلاش فينا شفت لكم هاد العصا السحرية صراحة انا كنسميها عصا سحرية حيت كتصيب الشعر في اقل من 5 دقائق وكتصيبو مزيان من بعد غادي نخلي لكم طريقه الاستعمال وغادي تشوفوا النتيجه الريزولتا كي غادي تطلع صراحه خطيره يا سلام وانا هي اللي كنستعمل شعري هي اللي كندير كتجيني كنحتاج اني نمشي ديبلاصا للصالون ونشد نوبه واصلا انا شعري ما كنحمش اللي دقيتو ليا انا بعكاكه يدقيتي شي وحده اي 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 يعني قريفي كنمشي للصالون لذلك كنفضل انني نستعمل هذا المشط الكهربائي لي صراحه يا سلام غادي نخلي لكم دابا طريقه الاستعمال ومن بعد غادي نقول لكم واحد الكود برومو اللي صراحه انا بغيت لكم انكم تستافدوا منه حيت غادي يبقى هذا الكود برومو عنده آخر يوم في عمري. السلام عليكم حبايبي اش اخباركم كي دايرين لاباس عليكم كي غادي معانا المهم اليوم اللي بغيت نتفرج معاكم هاد اللعيبه اللي وصلتني من عند انا تيستار ديجا كانوا صيفطوا لي واحد النشطه صراحه غزاله كنستعملها غزال باقي عندي باقي جديده باقي زعما فاش كنمشي للحمام كنرجع كنديرها جابوا لي هادي كيف هي دايره بحال طلع هادشي معرفتش انا نحلها ونزربها ما عرفتش شعري يعني لا جاي البارح كنت في الحمام وما ما شفتش شعري باقي انا نحلها دابا نشوفها الصراحه هو هاد لاباج هادي مدلول داكشي غزال ماشي حيت كاين شي شوارات ولا شي طلاق بحال هكا متيطولوش دوزي بيهم 4 شهور دغيا فهمتي زينه صافي خاصني نتلاقوا بدا في شعري صافي حال شوف انا شيكوك شي نادي ولا شيكوك شوفوا اي اي قبلي بيا قبلي بيا انا شيكوك شي كادي هي شعلت نخليها تسخن شي شويه
زوينو غير زوينو، نخليكم اجيرهم انستغرام ندخل عندهم و بصحة فطوركم.